بهدف خلق روح التعاون والتوافق بين جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وتجسيد الفريق الواحد، نظم الطيران المدني الكرنفال الأول من نوعه في المنطقة بإشراف الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية وبمشاركة كافة الجهات العاملة والتي لها علاقة مباشرة في مطار الكويت الدولي. ويشمل الكرنفال الذي يمتد لثلاثة أيام متتالية عدة عروض عسكرية وترفيهية ومنافسة رياضية بعدة ألعاب مختلفة. ككرنفال ترفيهي يعرض المعدات وما وفي ايضا اصحاب الاستثمارات والمشاريع الصغيره الراغبين في يعني في التسويق لسلعهم، وطلعنا على المعدات المستخدمه في وزاره الداخليه وكذلك الاطفاء العام والاسعاف العام والطوارئ الطبيه، وهذا هدف الهدف الرئيسي هو الجمعه، والجمعه مثل ما يقولون معزه وتعاون وانسجام وتفاهم، يطلعون برا الاسلوب المعتاد من الاعمال الرسميه. فاحنا مع اي جهد يعني للتعاون مع الجهات المتعلقه خاصه في مجال الطيران المدني. طبعا هذا الكرنفال تم اقامته تحت رعايه الطيران المدني وفي تنظيم من القوات الخاصه لإشراك جميع العاملين في مطار الكويت الدولي من رياضيا أو اجتماعيا، فهذه فكرة حلوة بالنسبة حق إقامة هذا الكرنفال، وهذا الكرنفال الأول في المنطقة، فالحمد لله والشكر إن شاء الله يعني يلاقي إحسان الجميع، ونتمنى إن شاء الله يشاركونا المواطنين يشوفون يتعرفون على معدات المطار وما هي مهام كل شخص وكل شركة وكل جهة عاملة في المطار، ما هي دورها. طبعا في جنود مجهولين بالمطار ما حد يشوفهم، اليوم هذه فرصة، اليوم تعالوا شوفوا شنو هذه الجنود، هذه ايش قاعد تسوي، شنو أدائها، شنو مجهود أو كم المجهود اللي قاعد يسوونه. كرنفال مفتوح إن شاء الله كل جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت كلهم إن شاء الله.